ارحب بكم من جديد اعزائنا المشاهدين في هذه الموجه المفتوحه من قناه هلا بالتعاون مع الموقع الاخباري بانت. اختتم في الايام الاخيره معرض التشغيل في الجليل والذي اقيم في قاعه جولس الرياضيه بمبادره من مراكز ريان للتشغيل وباداره مؤسسه الفنار، وذلك وسط مشاركة العشرات من الشركات الرائدة من شتى المجالات التي أتيحت الفرصة أمامها لعرض الوظائف الشاغرة ومجموعة واسعة من التخصصات والمناصب لاستقطاب الباحثين عن عمل. للحديث أكثر حول هذا المعرض ينضم إلينا الآن مباشرة حسام أبو بكر مدير عام مؤسسة الفنار. أهلا ومرحبا بك حسام. أهلا، مساء الخير أخ شاكر. ما دفعكم لإقامة هذا المعرض وما هي الأهداف الرئيسية لتنظيمه؟ يعني هو جزء من سيرورة العمل في مراكز ريان أو في برنامج ريان من قبل مؤسسة الفنار، هو إقامة معارض تشغيل. غالبية هاي المعارض بتكون معارض صغيرة يعني بعدد المشتركين وعدد الشركات إذا كنا نتحدث عن معرض محلي، ولكن هذه المرة يعني اخترنا أن نقوم بمعرض قطري للتشغيل اللي شاركوا فيه مئات الأشخاص عمليا وعشرات الشركات اللي قدمت أو عرضت وظائف باختلاف أنواعها. يعني عديد من الشركات الفاعلة اللي جاءت مع عرض لوظائف مختلفة. طبعا الهدف هو التشبيك ما بين طالبي العمل أو الأشخاص اللي بيشاركوا في برامج ريان على اختلاف أنواعها وما بين الشركات المختلفة التي تعرض هذه الوظائف. يعني هذه واحدة من الوسائل اللي نعتمدها من أجل تشجيع التشغيل بداخل المجتمع العربي والربط مع الوظائف القائمة في الشركات المختلفة. تفسير أكثر يعني عن الخدمات والفعاليات التي قدمت خلال المعرض للشركات المشاركة وللباحثين عن عمل. طبعا كل شركة كان في إلها المنصة الخاصة فيها اللي طبعا يتقدم إليها أي شخص معني في هذه الشركة حسب الشرح اللي موجود أو حسب المعلومات اللي بتلقاها من ممثلي هذه الشركات اللي كانوا موجودين متواجدين. يعني كل شركة أو كل مؤسسة تشغيلية كان في لها عدد من الممثلين لكي يستطيعوا إعطاء الإجابات لجميع المشاركين. طبعا بحالة ما كان في تلاؤم ما بين الرغبات المشارك والمعطيات الشخصية لدى المشارك وما بين الوظيفة المطلوبة من خلال الشركة، يتم طبعا رفض المعلومات و أخذ المعلومات الأساسية من يعني تبادل المعلومات ما بين الشركة وما بين المرشح لهذه الوظيفة لكي يقوموا بعد ذلك بالتواصل وعرض هذه الوظيفة طبعا من خلال سيرورة معينة. نحن بدورنا يعني نقوم بمتابعة هذه الأمور وغير عملية التشبيك اللي في المعرض نفسه، يعني نتابع إذا كان في حاجة لعمليات تأهيل أو عمليات إرشاد للمشاركين أو عمليات إضافية من أجل التشبيك لهذه الوظائف، نقوم بدورنا من هذا بهذا الشأن. يعني المعرض هو أكثر معرض تسويقي اللي يهدف إلى تواجد الشركات بداخل المجتمع العربي لتتحدث مباشرة إلى المشاركين من أجل إتاحة هذه الوظائف بشكل أفضل. لو سألناك حسام أبو بكر عن الشركات التي شاركت في المعرض، ما هي التخصصات والمناصب التي كانت متاحة في المعرض؟ يعني أولا هنالك عديد من الشركات اللي تعنى بوظائف تتعلق في مجال الصناعات المتطورة، وظائف معروضة لمهندسين أو لأكاديميين، كذلك شركات اللي في مجال الطاقة، شركات في مجال التسويق الغذائي، شركات في مجالات صناعية مختلفة. يعني العديد من الشركات إذا كانت فاعلة على المستوى القطري أو موجودة في منطقة الشمال اللي عرضت عديد من الوظائف، منها وظائف مخصصة لأكاديميين ومهندسين وإلى ما في ذلك، ومنها وظائف اللي لا تحتاج إلى شهادة أكاديمية
يعني العديد كما ذكرت من الوظائف، بنوك أيضا كانت متواجدة في المعرض أيضا تبحث عن موظفين، فتعدد كبير لمجالات العرض من قبل الشركات، وتعدد كبير للأمور اللي مطلوبة من المشاركين إنها تكون بحوزتهم مشان لكي يعني يكونوا ملائمين لهذه الوظائف. كيف تم استقطاب الشركات المشاركة في المعرض؟ هل كان هناك أو هل كانت هناك معايير محددة لاختيارها؟ المعيار الأساسي هو إنه الشركة في عندها وظائف اللي تقوم بعرضها على المشاركين. نحن من خلال قسم يعنى بالعلاقات وربط العلاقات مع الشركات قمنا بالتواصل مع الشركات واخترنا الشركات التي لديها وظائف تريد أن تعرضها، يعني ليس كل الشركات لديها وظائف متاحة، فعلى هذا الشأن يعني اخترنا الشركات الأساسية اللي كان في رغبة في أنها تشارك معنا في المعرض. يعني لو بدنا نفتح باب العرض للشركات اللي لا يوجد لديها وظائف لا منفعة في ذلك، لذلك يعني اختصرنا هذا الموضوع. هاي بالنسبة لكيف تم تجنيد الشركات وكيف تم استقطابها من أجل الحضور إلى المعرض. سؤال آخر عن استجابة الباحثين عن عمل للمعرض، كيف كانت الاستجابة؟ يعني لما ذكرت أنه شارك المئات، يعني باعتقادي أنه أكثر من 250 شخص شاركوا في المعرض، غير طبعا أنه نحن نقوم بإرسال المعلومات حسب التشخيص اللي بنقوم فيه من خلال المشاركين اللي موجودين في مراكز ريان المختلفة، نقوم بإرسال معلومات لهؤلاء المشاركين، ومن حضر إلى المعرض يعني تم استقطابهم بواسطة الإعلانات، بواسطة التواصل المباشر من خلال تسجيلهم اللي موجود عندنا في مراكز ريان. على هذا الأساس يعني تم التسجيل والحضور إلى المعرض. عادة يعني بيكون التسجيل أكثر من هيك، ولكن بوقت المعرض الحضور بيكون أقل بقليل من اللي تسجلوا، كل إنسان وظروفه. ولكن كما ذكرت يعني بالإضافة للأشخاص اللي حضروا إلى المعرض، نحن نقوم أيضا بعملية تشبيك غير مباشرة ليس فقط لهؤلاء الذين حضروا إلى المعرض. أريد أن أسألك سؤال آخر، يعني بالنسبة للأجيال الشابة، يعني يرفضون أنواع معينة من العمل؟ الأجيال الشابة هي متنوعة جدا، يعني هنالك أجيال شابة اللي معهم شهادات أكاديمية طبعا يهتموا في بداية الأمر في أنهم يلاقوا وظائف اللي هي تستجيب إلى الشهادة الأكاديمية اللي موجودة معهم. غالبية أبناء الشبيبة الآخرين أجيال 18-19 عادة بفتشوا على وظائف اللي هي وظائف لبداية عمل، مثل مراكز الخدمات الهاتفية، مثل توزيع الطعام أو نقاط بيع في شركات مختلفة. يعني قليل بيكون التوجه للصناعات، ولكن يوجد أيضا للصناعات الغير متقدمة غير متطورة، ولكن في نهاية الأمر يعني تتم الملائمة حسب متطلبات الوظيفة. أخ حسام، سؤال أخير، كان المعرض الأخير في جولس، يعني هل هناك خطط لتنظيم معارض مماثلة في المستقبل؟ يعني أولا أسبوع قبل هذا المعرض كان في عندنا معرض كبير أيضا في سخنين اللي كان بمشاركة أو بالتعاون مع مؤسسة نورتميد اللي متواجدة بسخنين وبين بلدية سخنين. المعرض عني أيضا في الوظائف في مجالات الهايتك بالأساس، في مجالات الصناعات المتطورة، وأيضا كان معرض ناجح بنفس نجاح المعرض اللي كان في جوليس. وعلى مدار السنة نحن نقوم بالعشرات من المعارض، في تخطيط لعدة معارض كما ذكرت في بداية الحديث، أنه هنالك معارض اللي بتكون بعدد أقل من المشاركين، ولكن لدينا تخطيط لمعارض كبيرة ربما يعني خلال الأشهر القادمة
تكون هنالك معارض إضافية لتستقطب أكثر من 250 كما حضروا في جوليس. هذا يعني من شأنه أنه يحث يعني الموظفين في شركة الفنار وفي مراكز ريان على تجنيد واستقطاب العدد الأكبر من المشاركين، ونحن بدورنا على استقطاب العدد الأكبر من الشركات. يعني على مدار السنة نقوم كما ذكرت بالعشرات من المعارض في عدة بلدان وفي عدة أماكن، بالأساس في منطقة الشمال، ولكن ليس فقط في منطقة الشمال، نحن لدينا أيضا نشاط في مدينة الليد، فمخطط أنه يكون في معرض تشغيل خلال الأشهر القادمة في مدينة الليد، في عكا، في منطقة الكرمل، وفي مناطق متعددة إضافية. شكرا لك حسام أبو بكر مدير عام مؤسسة الفنار، كنت معنا عبر زوم. شكرا حسام. أعزائي المشاهدين، توقف الآن مع فاصل، وبانتظارنا فقرة رياضية، ابقوا معنا.